أيام المذاكرة عشان نقدر نستوعب أكثر ضروري نصنع لأنفسنا أجواء خاصة. خلونا نسأل الطلاب في هذا الاستطلاع عن الأجواء اللي يحاولوا يصنعوها لأنفسهم. تابعونا، إيش الأجواء اللي تصنعها عشان تقدر تذاكر وتستوعب أكثر؟ توفير المكان المناسب وإيجاد الأشياء مثلا الكتب والملازم ولا يعني يكون ليس هناك أي ضوضاء أو إزعاج، يعني توفير الراحة النفسية حتى استطيع المذاكرة والفهم والاستيعاب أكثر. تحب تذاكر مع ناس، مع جماعة أو لوحدك؟ والله بعض حين كذا وبعض حين كذا. لازم يكون فيه جو هادئ، يعني ما فيش انشغالات معي، يكون يعني الجو ملائم، هدوء، يكون منحزة، يعني ما يكونش فيه كلام جنبي أو مجموعة ناس جنبي. بتذاكري لوحدك أو مع ناس؟ لا وحدي، لأن لما تكوني مع ناس انشغلي بكلامهم. ما ذاكرش أبدا. لا شكرا. أول شيء يعني أنا أسجل الدكتور بالمحاضرة، قاعدين ما زلق أسجل الدكتور، أرجع بعد الظهر نصلي الصلاة حقنا، نقوم نخزن لنا، نقوم نسمع الدكتور إيش بالمحاضرة قال، يعني نوفر الجو لنا للمذاكرة، نوفر الجو للاختبارات، يعني والله الدراسة هنا بجامعة تعز تمام. إيش اللي يعيقك عن المذاكرة؟ إيش الصعوبات اللي تواجهها وأنت تذاكر؟ الصعوبات اللي تواجهني بالمذاكرة الضجة، الإزعاج. يعني بس إنه أوفر جو هادئ، وأجيب من زملائي يشاركوا معي بالمذاكرة عشان لو في حاجة ناقشها معهم وخلاص. أقوى زي الهدوء، عدم الإزعاج، أحيانا أخزن، أحيانا شربون. لما تكون جالس تذاكر إيش اللي تحتاجه عشان تستوعب أكثر؟ أهم شيء الراحة والهدوء، رامي النفس، يعني ما بوش زعل، ما بوش مطمئنان. طيب إيش اللي يعيقك مثلاً ما يخليكش تذاكر؟ المشاكل، والله مشاكل أسرية، مشاكل هذه اللي تعقل المذاكرة، تشغل تفكيرك بأي حاجة ثانية على المذاكرة تعيق. تحب تذاكر لوحدك أو مع ناس؟ والله حسب التعود. هذه متعود على إيش؟ تعود الاثنتين، إذا لحالي ذاكر لحالي، وإذا أنا وبين الناس ذاكر تمام. لما تحب تذاكر إيش الأقوال اللي تصنعها عشان تستوعب أكثر؟ الأجواء لازم نكيف الجو تمام، يكون الجو هادي ولا ما نتوترش أكثر، ونحاول إحنا نجتمع مع الطلاب اللي هم أكثر اجتهاد. غير الهدوء إيش تحب مثلا تشرب أو تأكل عشان تقدر تستوعب تركز أكثر؟ مع الامتحانات يستد النفس ولا تشتي حاجة ولا شيء. ولا شيء. شكرا. عند المذاكرة أحب أفضل الهدوء، يعني مع قلص كذا نسكافيه وهدوء وملخصات كذا، ورقة ودفتر ألخص كل حاجة علشان يكون عندي دقة في الفهم أكثر. تحب تذاكري لوحدك أو مع جماعة؟ أحس لوحدي أفضل، لأنه مع الجماعة كذا أيوة تتشتت الأفكار وكذا، يبقى على جدال في يعني في المعلومات، فأحب المذاكرة لحالي أفضل. يلا الله يوفق. آمين يا رب. مكان هادئ، ولا مثلا احيانا اقرا قران قبل، يعني مثلا سوره ياسين كذا لانه حلوه، اقرا قران وبعدين ارجع اذاكر، ولا قهوه مثلا، حاجه تساعدني على التركيز. وش ايش اللي يعيقك عن المذاكره؟ لما نكون قلق، القلق والقلق اضطرابات نفسيه، يعني ممكن واحد قلق وما يقدر يذاكر. يلا الله يوفقك. ما في مشاكل، الله يحفظك. احاول ان اكون كذا لحالي و شوف كذا منظر يكون حلو، يعني كذا كان تخرج قبل كذا ذاكر مع نفسك، كملت انك تخرج مع واحد مع شخص فيعني نص الوقت يضيع. وكما شفنا فئة كثيرة من الطلاب يحبوا الأجواء الهادئة عشان يذاكروا ويستوعبوا أكثر، وفئة قليلة من الطلاب اللي يحبوا يتشاركوا المذاكرة مع أشخاص آخرين. لبرنامج صباحكم أجمل، بيان الطيار.